أهلا وسهلا فيكم بالدرس 26 بدروس تعلم اللغة الألمانية. حكيت الدرس الماضي عن الماضي التام das perfect، حكيت عن الشغلات الرئيسية فيه، شلون نكونه، شلون نخلي الأفعال تصير بالماضي، منحول جملة من مضارع لماضي. هذا الدرس كمان رح يكون عم يحكي عن das perfect، ولكن رح أتوسع فيه أكثر. رح أحكي عن المودال فيرب، عن الأفعال المساعدة وطريقة تحويل الجملة من المضارع للماضي. أول شيء مراجعة صغيرة للدرس الماضي. حكيت إنه الجملة وقت اللي بيجي بالزمن الماضي وخصوصي وقت بتجي perfect، رح نلاحظ إنه رح تبدأ دائما بفاعل subject. هذا الفاعل رح بيكون individa أو يعني يا أما pronomen ضمير، يا أما nomen بيكون اسم إلو article. تاني مرتبة أو تاني موقع بيشوف دائما يا أما فعل هابن يا أما فعل زين مصرفين حسب الضمير اللي قبلهم. طبعا هابن نستخدمه وقت اللي ما بيكون فيه حركة، زين وقت اللي بيكون الفعل فيه حركة، وبعدين بتجي الجملة كمالة الجملة، وآخر شي بيجي الفعل بـ participes by يعني بالماضي. منحط بأوله GA وT بآخره إذا كان نظامي، ومنحط جي اي بأوله و ان بآخره إذا كان شاز. طبعا إذا كنتوا لسه مو شايفين الدرس الماضي فيكن ترجعوا تشوفوه لأنه كتير كان ضروري. هلأ حكيت اليوم أنه بدنا نشوف تماما مع الأفعال المساعدة شلون نحنا بتصير معنا الجملة بالفعل الماضي أو بالزمن الماضي. أول شي شو هنن الأفعال المساعدة دي مودال فيرب؟ هنن müssen, sollen, wollen, können, dürfen, mögen. هذول هنا عنا ياهن الأفعال المساعدة. طبعا حكينا إنه أول خمس أفعال هن müssen, sollen, wollen, können, dürfen لازم يجي معهم دائما فعل تاني، لأن هن يعدوا أفعال مساعدة، يعني ما بيقدروا يجوا لحالهم، ما بتكون الجملة كاملة. ولكن فعل mögen يفضل ممكن يجي لحاله. ليش؟ لأنه هذا الفعل بيعطي معنى فعل كامل تام، يعني ما بده فعل تاني يساعده، ممكن يجي فعل تاني معه ولكن مو بالضرورة. أول شغلة بدي أقولها هي مشتركة عند كل هدول الأفعال، إنه وقت اللي بيتصرفوا بالزمن الperfect الماضي كلياتهم رح يتصرفوا مت هابن، يعني لأنه كلياتهم ما فيهم حركة، كلياتهم رح نحط معهم فعل هابن. طيب خلينا نشوف شلون رح يصير شكلهم لهدول الأفعال وقت اللي بدهم يصيروا بالماضي. أول شيء المودال فيرب كلياتهم أفعال شاذة، ولكن كلياتهم راح ينتهوا بتي. يعني صحيح أنا قلت إنه كل الأفعال الشاذة وقت اللي بدنا نحولهم لبيرفكت راح يصير نهايتهم اي ان، ولكن مودال فيرب فقط دي مودال فيرب راح تنتهي بتي. مثلا müssen راح تصير gemusst. لاحظنا هون إنه حطينا بالأول جي اي، حطينا بالأخير بدال الاي ان تي، وقمنا الأملاط، صار عنا بدال U عادية U. sollen رح تصير gesollt، wollen gewollt، können رح تصير gekonnt، dürfen gedurft، mögen gemacht. طبعا هون صارت عناها gemacht لأنه يعني صارت تقرأ السيها، صارت تقرأ مثل حرف الخاء. ليش؟ لأنه إجا قبلها حرف الأو، سبق وحكيت هذا الشيء بدروس النطق. طيب هاي الأفعال هيك رح تصير عنا هدول الأفعال المساعدة إذا نحن حولناهم لماضي تام. طب خلينا نشوف شلون بدهم يجوا مع الضمائر. حكيتنا كلهم بيجوا مع فعل هاب، مثل مثلا müssen، فإذا بدي أقول أنا اضطريت أو أنا كان لازم أعمل هاد الشيء، إيش هاب gemusst، هون شفنا إجا مع فعل هاب وآخر الجملة إجا فعل müssen مصرف ب participe 2 فصار gemusst. sollen du hast gesollt، انه انت انبغى عليك من زمان. wollen مثل er hat gewollt، انه هو كان بده، هو اراده. können مثل wir haben gekonnt، نحن استطعنا. dürfen ihr habt gedurft، يعني انتم سمح لكم. mögen مثل زي هابن جموخت، انه هنين حبوا يعملوا شيء او فضلوا شيء معين. هلا انا مبدئيا حطيتهم بجمل صغيرة. ليش؟ لحتى تعرفوا او تشوفوا تماما انه شايفين اول شيء اجا عنا subject، تاني شيء اجا عنا
فعل haben مصرف، وآخر شيء إجا عنا هذا الفعل مصرف ب شيء اسمه Passiv 2. طيب هلأ أنا سبق وحكيت إنه الأول خمس أفعال لازم دائما يجي معهم فعل تان، اللي هو طبعا كنا وقت الزمن الحاضر نحطه بآخر الجملة. طيب إذا إجا فعل تاني وإجت الجملة بالزمن الماضي، شلون بدها تصير تماما تركيبة الجملة؟ يعني شو الفعل اللي بده يجي قبل الفعل التاني، وفعل هاب بده يضل هيك ولا بده يتغير؟ طيب خلينا نشوف أمثلة. خلينا نشوف أول شيء جملة بالزمن الحاضر في بقلبها مودال فيرب، مثل إش موست زور شولة جين، أنا يجب علي الذهاب إلى المدرسة. هون شفنا إجا أول شيء عنا بخونومن ضمير بموقع زوبيك اللي هو إيش، إجا بموقع الثاني فعل المساعد اللي هو مس المصرف مع إيش فبتصير مس، بعدين إجا عنا بريبوزيتيون اللي هو تسو، وبعدين إجت عنا شولة اللي هي داتيف كونه تسو بتاخد داتيف، وآخر شيء إجا عنا فعل جين. طبعا فعل جين معناته يذهب. إجا عنا بآخر الجملة ليش؟ لأنه حكيت وقت اللي بيجي مودال فيرب أو بيجي أي فعل بالموقع الثاني، الفعل الثاني رح يروح لآخر الجملة قد ما كان طول الجملة. طيب إذا أنا بدي أقول إنه أنا وجب علي أن أذهب إلى المدرسة، يعني هلأ ما أنا لازم أروح المدرسة بس وجب علي من زمان، شلون بدها تصير؟ هلأ أول شيء أنا حكيت إنه فعل مسن، هلأ هون أول شيء نطلع على الفعل الأساسي، مثلا عندنا فعل مسن وعندنا فعل جين. طيب نحن بنعرف إنه فعل جين بياخد فعل زين، يعني وقت اللي بيجي لحاله إنه إيش جيت سو شو له، لو إجت عنا هيك جملة أنا أذهب إلى المدرسة، فإذا بدي أقول أنا إنه أنا ذهبت إلى المدرسة من زمان شو بقول؟ إيش بين سو شو له جيجانن. ليش هيك قلت؟ فعل جين هو فعل في حركة فبياخد فعل زين. طيب هلا هون بقى أنتوا بتكون تسألوا إنه عنا فعلين، فعل مسن وعنا فعل جين. فعل مسن وقت اللي بيجي بالماضي بياخد هابن، فعل جين وقت اللي بيجي بالماضي بياخد زين. طب بهالحالة وقت اللي بدنا نحول الجملة للماضي رح نحط فعل هام أم فعل زين؟ أنا رح قلكن إنه شو لازم تعملوا. أنتوا بتطلعوا دائما على الفعل اللي بيجي بالموقع الثاني، ما بيهمكن الفعل اللي بيجي بالأخير، هذا الفعل الثاني اللي بيجي بآخر الجملة ما بنطلع عليه، نطلع فقط على اللي بيجي بالمركز الثاني. اللي بيجي بالمركز الثاني عنا يا هون هو فعل مسن. فعل مسن حكيتنا بيجي مع هابن، لذلك الفعل المساعد هون أو الفعل اللي بدنا نحطه وقت اللي بيكون الجملة بالزمن الماضي هو هابن، لأنه مسن هو الفعل الرئيسي هون، يعني بدها تصير إيش؟ هاب. طيب فعل مسن وفعل جين شلون بدنا يصير تصريفهم؟ يعني مسن بدها تصير جموست وجين شو بدها يصير فيها؟ راح تصير الجملة عنا أنه أنا استوجب علي أن أذهب إلى المدرسة، إيش هاب مثل ما حكيت لأنه فعل مسن بياخد هاب، بتصير إيش هاب تسو شولو جين مسن. يعني شو عملنا هون؟ فقط حطينا بالمركز الثاني فعل هاب كونه مسن بياخد هاب، وبآخر الجملة حطينا الفعلين بالمصدر. إذن شفنا بهاي الحالة إنه إجا عنا هاب بالموقع الثاني، يعني إيش هاب تسو شولو، إجا عنا بريبوزيتيون وداتيف، وكموقع أخير إجوا جين مسن. وطبعا الفعل الأساسي هو اللي بيندفش للأخير، يعني جين إجت دغري بعد تسوشولة، مسن هي إجت بالمصدر بالأخير، اثنيناتهم بيجوا بالمصدر. خلينا نشوف مثال تاني مثل er kann nicht schwimmen، هو لا يستطيع السباحة. طيب هون الفعل الأساسي عنا شو هو؟ können، فعل können مصرف مع ضمير er فصار er kann. schwimmen كمان هو فعل يسبح. هلا بهالحالة عنا können بياخد فعل haben، لذلك وقت اللي نحن بدنا نقول انه انا لم استطع السباحة، من زمان ما استطعت السباحة، فبقول او هو لم يستطع السباحة من زمان فبقول er hat، طبعا فعل haben تصرف مع er فصارت er hat nicht schwimmen können. شفنا انه الجملة ضلت مثل ما هي بس حطينا بدل كان hat وكنن أخذناها حطيناها بالمصدر بالأخير. أهات نشف من كنن، هو لم يستطع السباحة. طيب wir mögen euch، نحن نحبكم. هون شايفين إنه فعل mögen ما بيحتاج فعل تاني، إجا بتاني موقع بالجملة وما إجا معه فعل تاني،
شلون بدها يصير انه نحنا احببناكم، نحنا كنا منحبكم، شو بدها تصير؟ مثل ما حكيت فعل موجن كمان بياخد هابن، لذلك رح تصير عنا هابن بالموقع الثاني. فعل موجن بدها تندفش للموقع الاخير، ولكن كونه هون ما في عنا فعل ثاني فموجن رح تصير بالباتسيب سفاي، يعني بدها تصير في هابن ايش كموخت، نحن حبيناكم أو نحن أحببناكم، يعني بالماضي. إذن شو اللي استنتجنا من هذا الشيء؟ إنه كل الأفعال المساعدة دي مودال فيرب، وقت اللي بيجي معهم فعل تاني رح يجي فعل هابن بالموقع التاني مثل ما شفنا هون بالمثال الأول والتاني، والفعل الأساسي اللي هو الفعل المودال فيرب رح يجي بآخر الجملة مصرف بالمصدر، والفعل طبعا العادي اللي كان هو بالأصل بآخر الجملة راح ينحط برضو بآخر الجملة بس قبل فعل المساعد، قبل كانن، مثل قاعد نشف من كانن إيش هابت شو لكين مسن، هدول هنن. أما إذا إجا الفعل لحاله ما أجا معه فعل تاني بيجي بآخر الجملة وبيجي بباتسيب تسفاي. طبعا هن ما هم كتير صعبين، الواحد إذا دقق عليهم وحفظهم تماما رح تلاقوا انه هن بالعكس اسهل من الماضي الحقيقي، لانه هيك بهاي الحالة انتم مو مضطرين تحفظوا participate من كل فعل لانه رح يجوا قصدا بالمصدر، بس بدكم انتم تعرفوا انه دائما مع المودال verb بيجي فعل هابم، مع الافعال العادية بيجي هابم، الافعال يعني اللي ما فيها حركة، والافعال اللي فيها حركة رح يجي فعل زين مسرب. درسنا انتهى لليوم، بتمنى انه تكونوا استفدتوا، اي سؤال فيكم تتركوه بالتعليقات. أتمنى لكم نهار سعيد. تشوز.